Bahçede güller açmış, gidek havuz başına. İnsan merhamet eyler, bak gözümün yaşına. İnsan merhamet eyler, bak gözümün yaşına. Digel ağam, digel paşam, yeter yalvartma beni. Digel canım, digel malım, yeter yandırdı beni. Digel canım, digel malım, yeter yandırdın beni. برافو محمود، برافو. ولك محمود شو هالصوت الحلو؟ صوته بجنن. ها طعمينا حد طعمينا حد لحتى صار صوته بجنن. امان 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 امان. شو اخبار المدرسة؟ واقفة بعد اللي صار مع جيمو. طالعنا الاولاد من المدرسة. المديرة بعتت خبر، بكرة رايحة لشوف شو رح تقول. جايين يخوفونا، قوسوا بالهواء وراحوا. عمي شو قصدهم بهالحركة؟ هي رسالة، الكلب عم يقول لي طلعت بس لا تفرح أنا وراك. أعطيني إياها. ما فيني ضل قاعد هيك. بابا لا تستعجل، الدكاترة قالوا لك شو نفهمهم؟ انتبه يا آدم، عمهلك لا تكونوا مفكريني مشلول عن جد. بابا انتبه، على مهلك. خذوا هاد، ما بدي شوفه. أحسن من قبل. أمان 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 أمان. خراب زمان. في شي خبر؟ عن أي خبر عم تسأل؟ فهمت، عم تسأل عن مراد. ما اتصل؟ لا. شو في؟ نعم؟ شو في وينه؟ ما سمعتي؟ قولي له يجي يبوس ايدي ويستسمحنا وبننسى اللي صار. بتعرف اخي بابا، ما في فايدة. روحي اعملي مثل ما قلت لك. ماشي، مثل ما بدك. بسرعة. اشتقت لك كثير، أنت منيح؟ جان، عم تسمع؟ تعالي خديني من هون. ليش صاير شي؟ إيه صاير. شو صار؟ أين أبوك؟ حاجة تعيطي، ماني برات أورفا إليزابيث، أنا ببيت واحد رفيقي بأورفا، ما فيك تهدي شوي؟ نو، جان حكى لي اللي صار بينك وبين أبوك. شوفي، أحياناً بيصير شوية مشاكل، سوء تفاهم بسيط. شو بسيط؟ سحبوا سلاح عليك. أنا جاي لعندكم مراد، بدي آخذ ابني. قلت لك لا تجي، رح أبعت لك جان، بوعدك. جاي مراد. إليزابيث صدقيني ما في داعي. بس أوصل على اسطنبول بحكيك. كل اللي قدامك يا بنت. عم باكل. هي على طول هيك ولا ما عاد اكلت بعد القصة؟ عمو شو مشان موضوع البنت؟ شو رأي ستات البيت؟ مبيني شو لازم نعمل. بدنا نحدد يوم العرس. الجماعة ناطرين خبر، ما هيك ماما زينو؟ إدال. نعم ماما زينو. بعتي خبر لسيد، خليهم يجوا لنحكي بالعرس. لازم هالموضوع يخلص على خير. ماشي. خجلت وحمر وشها. رح حضر حالي، رايحة على المدرسة قبل المديرة. بدي روح معك. رحتي لحالي أنسب. جاية معي. ما بيصير. طيب خلي حدا يروح معك على الأقل. هيك شغلات ما بتناسبني، رايحة لحالي. ما رح تقلي تفضلي؟ تفضلي. شو هالحالة هي؟ مو طبيعيين، حتى الروحة على المدرسة صارت مشكلة. فهمنا، لكني رايحة رح حاكيهم. إذا حكيتيهم شو بيتغير؟ رايحة على المدرسة مو على مديرية الأمن. إذا لازم بروح لهنيك. بدل ما تروحي لهون وهنيك، نحنا منروح من هون، هاي أسهل بكتير. رح شوف شو بيصير، بس شوية صبر. ايه مروة؟ أنا رايحة، ما بتأخر كتير. انتبهي لحالك. أليف على طول هيك أختي؟ كيف؟ تتصرف على هواها؟ هي مختلفة، هي ست اسطنبولية، ما بتلتزم بعاداتنا. أختي عم قول لحالي هذا بيتنا الثاني اللي على طريق حران، عم فكر انتقل لهونيك. ليش عمو؟ مانك مرتاح هون؟ لا لا مو هيك، الأولاد صاروا كبار والبيت فيه صبايا وفيه أليف، منه أنا برتاح وهن بيرتاحوا. أنت أدرى. جيمو في شي خبر عن رضا؟ حطوه جوا. روح على بيته، روح احكي مع عيلته، امنوا لهم كل احتياجاتهم، اوعكم تخلوا عيلته واولاده ينقصون اي شيء. حاضر ماما زينو. بيت حلو، هون بدك تعيش؟ اختصري كلامك شوي، قلي لي ابوكي ليش بعتك لهون بالله؟ شو بده؟ ماشي اخي، مختصر الكلام، بابا بده اياك ترجع على البيت، بيقول لك روح بوس ايده واعتذر منه وهو بيسامحك. بهالبساطة؟ أنا علي اقول لك، ما علي إلا البلاغ. برجع، بس بشرط. شو شرطك؟ بتقلي له بالحرف. شو قلتي شو؟ قال بدك تنهي هالعداوة، قضية التار رح تخلص وإلا ما بيدوس بيتنا أبدا. منله الشجاعة لا يحط علي شروط. قلت لك بابا أخي وبتعرفه. وجان ما بقى بده ياخذ ابنه كمان؟ والله ما بعرف. ما رح يتركه عندك، هيك قال. نجوم السماء أقرب له، إذا طبقت السماء على الأرض ما بعطيه حفيدي أبداً. فهمتي شو حكيت؟ لا تقلي إلي، روح قول لأخي. رح نأمن له الراحة، ما بنخليكم بحاجة حدا، لا أنت ولا هو. سلام أخي. تفضلي. الوكيل بيمر كل أسبوع يشوف شو ناقصكم. إذا بتحتاجي شيء ضروري لا تستحي، تحكي معي أنا. رقمي موجود على الزر. بتعرفي تقري؟ ما بعرف أقرأ بس بعرف الأرقام. منيح. يلا بخاطركم. الله يحفظك يا آغا. تسلمي. يلا. الو مرحبا جيم. اهلين ابك. بدي منك شغله. لا ولو انت بتأمري. انا نازله بالمضافه مو مرتاحه، حابه اطلع على بيت، وانتو يعني محيطكم واسع ما شاء الله. والله نحن ما عندنا كثير محيط، قولي محيط اورفا، واورفا بذاتها تابعه النا. جيمو بلا مزاح. هي سهله بنحلها، اعطيني بس شي ساعتين. بس ساعتين؟ بالله عن جد؟ لا من باب الاحتياط، بلكي حدا قاعد بالبيت ضفدعته بتاخذ وقت. جيمو شو عم تحكي انت؟ خلص بتصل فيكي. انت شايفه الوضع هون يا ست أليف، ما في مشكله، بعمل كل جهدي مشان سلامه الاولاد. اذا لزم الامر بستعين بالشرطه، بس برات المدرسه ما بيطلع بايدي اعمل شيء. مفهوم. شكرا لانك اعطيتيني من وقتك. انا اسفه. بخاطرك. مع السلامة. تفضلي تفضلي. بيتك كتير حلو، وفي عنا كمان حمام. شوفي فوتي لهون لو سمحتي. تعال شوفتها. خذ هذا، قوص على النينة، ساعده عكاش. عوم مو هيك جان، على ركبتك. ايوه امسكوه. اطلع من هون بتشوف هاي، ضروب ما خرجك، رجع لورا. توجعت. شفت؟ هيك بيقوصوا. جرب مرة ثانية. امسك، امسكه. صوب منيح، انتبه، لا ترفع وشك. يسلموا ايديك. اهلا وسهلا فيكي. لازم اخذ جان من ابي، لازم روح خلصه من ايدين رج آغا. انا رايحه مراد. رايحه؟ بس لسه هلا وصلتي. خلاص بدي ارجع على اسطنبول. مصممه؟ الوضع كل ماله للأسوأ. هي جيتي من المدرسه، في خطر على حياه اولادي، نفسياتهم محطمه، بالاخص مروه. لا تروحي. ليش؟ ما بعرف، بس مو مشاني. مشان شو لكان؟ انا ضبيت حياتي بشنتايا وطلعت وتركت البيت. بعد ما حل موضوع جان ما عندي مشكلة الحقك وين ما كنتي. بس إذا رحتي أليف شو بيصير؟ صار لي يومين قاعد عم بفكر لازم ينعمل شيء. هالجرح لازم يتنظف. القضية هي لازم ننهيها بقى، لازم ننهي هالخلاف. حلا بقى تنتهي هاي المسخرة. ما في غيرنا يا أليف، ما في حدا غيري أنا وياكي بيعملها. أنتي وأنا. أنتي جاهزة؟ أيوة. مالك مجبورة، بتديري ظهرك وبتمشي، ما حدا بيقول لك وقفي. بس إذا بقيتي يا أليف، إذا بقيتي بصير في أمل. بتبقي خراب زمان. أنا بحبك يا أليف، بحبك من قلبي. دخلت رجليك برافو. شد ظهرك لورا ومسك هاد، لا تفلتو، خلي قعدتك جالسة. مشان تمشي الحصان ضرب رجليك هيك على بطنه. ما بدي. خلص ابني خلص. ما بدي. يلا شد ظهرك، شد ظهرك، برافو. دي دي انتي مسكتيه. ماسكته. لا تشد الرسم كثير. ماشي، ما تركته، لكني ماسكته. يلا انتي غلط، رح نخلص. خلص خلوه يسوق ورا حاله، اتركوه. يلا مساك منيح. خلص حبيبي. لك العمى شو هالصبي هاد؟ لا سلاح عرف يستعمل ولا خيل عرف يركب. تمام تمام يلا. فوتي. لما قلت شغلة ساعتين فكرتك عم تمزح. تدفئة مركزية، طاقة شمسية، كله موجود. هو حلو بس الأجرة كتير عليه. ليكن لك فكرة مرت أخي. شو هي مرت أخي؟ حرام طلعت عفوية مع الصبي. عم قول الأجرة. شو بدك بالأجرة أنت؟ إذا عجبك قولي عجبني. بس هذا البيت بده أغراض كتير، كيف بدي أفرشه؟ هي محلولة، لسه ما سكرت المحلات، شو بيلزم أنا جاهز، أنت بس قولي. جيمون. ايه حبيبي، روح اعمل لك فتله وارجع. على راسي انا. يلا شوف جيمو، بدي تلاقي لي بيت على قد امكانياتي، ما بدي اياك تفتح لي قصر. يعني شو بتفرق معك؟ بتفرق كثير. شوفي، اول مره بتطلبي مني شيء، اول مره بتجيني الفرصه، وحبيت اعمل شيء مشانك. عمل بس لا تبالغ. والله غريب، شو بالغت؟ ليك انا ماني صاحبتك ولا ناوي يكون. الو نعم. هذا انت؟ هلا ماني فاضي. لا عم شوف بيت مع صبي الدلال، ماني معصبه ولا شيء. ماشي بشوفها. انا اسفه. هاد هو خطيبك؟ كان خطيبي. اذا هيك ليش عم يتصل لك؟ شو بيعرفني؟ ما بيهمني. انا بقلك لان ما معه خبر انه صار خطيبك السابق، لانه انت لهلا ما قلتي له انك تركتيه، مزبوط؟ جيمو. بعدين أنا ماني صبي الدلال. كان قصدي صبي. صبي صار له 1000 سنة طالع، شو شايفتيني غبي؟ بعدين كلمة صاحبتك كتير كانت بشعة، كتير كبيرة، أكبر من كلمة صبي الدلال. بكره بيتحدد موعد عرسنا. ايه بكره. ما عاد في اي مانع. مبسوط؟ ما حدا مبسوط قدي. ليش حاسستك زعلان؟ في شي زعجك؟ حاسس بشي هون إدار بقلبي، في شي عم بيقلي ضروري كان يصير معنا هيك، لا سمح الله صار لك شي او متي مثلا. ايه والله كنت متت وراكي فورا، بلحقك بنفس الدقيقه. وهون يعني قلبك رح يضل قلبك مجروح، بلكي شي يوم بيطيب. امتى؟ امان 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 امان. هالأسر لما بيروح هالأسر لازم ينعمل شيء، هالجرح لازم يتنظف، القضية هي لازم ننهيها بقى، لازم ننهي هالخلاف، حلا بقى تنتهي هاي المسخرة. ما في غيرنا يا أليف، ما في حدا غيري أنا وياكي بيعملها، أنت وأنا. أنت جاهزة؟ أيوه، مالك مجبورة، بتديري ظهرك وبتمشي، ما حدا بيقول لك وقفي، بس إذا بقيتي يا أليف، إذا بقيتي بصير في أمل. أنا بحبك يا أليف، بحبك من قلبي. من وقت ما جيت ما قدرنا نحكي، ما صار فرصة، الجاي جاي والرايح رايح والأكل والعزايم. إيه طبعاً كمان لازم نشوف شو أخبار الأعمال والأشغال. أنا بدي أسألك سؤال. تفضلي. دايماً بتمشي هيك؟ أنا آسف بس هي عوايد المساجين، عودونا نمشي بساحة السجن كل يوم ساعتين، رايحين جايين رايحين جايين. ما شفتيهم بالأفلام؟ شفتهم. نسينا كيف نوقف قدام النسوان. لا عادي، مو مشكلة. كمان لهلا ما صح لي اشكرك. عشو؟ على كثير شغلات، اختي حكت لي كل شيء، كانت تقلي وقت بتجي على زيارة، حكت لي على اللي عملتيه من شاننا، وقفتك معنا، كل اللي هون حبوكي كثير. أنا ما عملت شيء، وكمان بحبكن كثير. بعرف إنه في صعوبة، هالمكان مو متعودة عليه، بعدين عاداتنا. قضية التار بتسميها عادي؟ ما في داعي تخافي أليف، كل شي خلص. كيف خلص؟ من هون ورايح أنا المسؤول عن سلامتكم، ما حدا بيقدر يعمل شي، ريحي بالك. حياتنا هون وسلامتنا كمان ما بقدر خليها بإيد حدا، وماني ناوي خليها. طبعا إذا الوسط اللي عايش فيه ما كان آمن بالنهاية بتضطر إنك تلجأ لحدا، بس أنا ما بدي ألجأ لحدا منهم، فهمتني؟ جريمة قتل كمال تعسرت معنا، مراد كمان طلع منها. ليش الكذب؟ أنا انبسطت، عيونه كانت عم تصرخ بصوت عالي إنه بريء. طيب بس مين قتله لكان؟ حاسس بشي غريب، هاي ما بتشبه شغلة التار. شفت كيف قوص ورجع؟ احتمال يكون جيمو اللي عمل هالشي، وقاموا رموا قدامنا واحد بريء وربطوا لنا ايدينا. رجع غبي شي؟ مثل الجني. لو هو قتل كمال ما كان عمل نفس الشي؟ ماشي، فرض ما عملها، طيب مين وليش؟ هون النقطة الحساسة، لما بتسأل حالك ما حدا بيخطر لك غير رجع، وهذا الوكيل كمان عكاش، عيونه عم تقدح حدا، يعني مثل اللي بيكون له ايد بشغلات وسخه. نشحطوا على التحقيق؟ ليش لا؟ بكره جيبوه مره ثانيه. امرك سيدي، بكره. اسمك اجيت لهون، قوم لعند استاذ ماده الرياضيات خليه يشوفك. شو بدي اقول له؟ ما في داعي تقول شيء، بس يشوفك لحاله بيفهم. شو في هالحالة؟ صرنا مثل اولاد زعماء المافيا. وانا ما كثير مرتاحة. ليكي هالولاد كيف عم يتطلعوا، شايفة ماما؟ يلا عالصف. خاطرك خالي قليل. انت جاهزة؟ اهلا وسهلا. اهلين فيك. اهلا وسهلا فيك. تفضل. بدي اعترف لكم انه زيارتكم اثرت فيني. انعملت وساطات كثير بين العشائر مشان انهاء قضايا التار. الدولة ضغطت، الاطراف تراضت، انعملت عزايم الصلحة، بس مع الأسف كتير منا كان عمره قصير. ليش؟ في مثل كتير حلو بالأناضول بيقول الإنسان بالنهاية ما بيعمل إلا اللي براسه، مشان هيك. وهلأ جايين نترجاكم تجربوا مرة تانية سيادة المحافظ. هالمرة بنتمنى تكون مختلفة. هي أول مرة بيجيني ناس مثلكم بدهم الصلح من الطرفين. عائلاتكم معهم خبر بمبادرتكم؟ حالياً لأ. كيفك حقي؟ أهلين. هذا أنت؟ مرحبا. كيفك؟ منيح. تفضلوا. رح باشر بالموضوع بسرعة. مدير الأمن، قائد الموقع العسكري، ورئيس البلدية، كلهم رح دخلهم بالموضوع، وإذا لزم ببعت وراكم مرة تانية. شكراً لحضرتك. وهلأ بالإذن. شرفتوا. بتشكرك من كل قلبي. هذا واجبنا. إذا الدولة ما قدرت تحط حد لهذا الشيء، مين اللي رح يقدر يا سيد مراد؟ طبعاً معك حق. بخاطرك. مع السلامة. حكي وخطبي بلا ما نضيع وقت. دغري بلشوا معاملة الزواج، نعمل العرس ومنخلص. شو رأيك حقي؟ اتنيناتهم قايلين رأيهم اختي. ضل علينا إذا ما في مانع، والحمد لله ما في. ما ضل قدامنا غير نقول على بركة الله. تسلم. الحقيقة الأولاد استنوا زيادة عن اللزوم. أنا عم أقول طبعاً إذا ناسبكن تخلص هالشغلة قبل الشتوية، مثلاً الشهر الجاي. أنا شايفته مناسب. منيح، ألف مبروك. علينا كلياتنا. شو بتقول؟ بيصير شيء؟ لازم يصير، بس ينعرف إنه نحن مع بعضنا عملنا هالشغلة رح يضربونا بالمدافع. الصراحة أنا تعودت إني أكون ولد العائلة السيء، بس أنتِ فيكي تتحملي؟ والله خايفة. رح نشوف. أنا خايفة مراد. خايفة مني؟ من كتير شغلات. احكيلي. ما عم بقدر استند عليك. إذا استندت رح انجر، حاسة حالي عم بتأثر كتير بمشاعري، بلحظة ممكن أفقد مقاومتي. وأنتِ ما بدك هذا الشيء؟ المفروض كون قوية مراد، قوية عطول. هي مهمة فرضتها علي الحياة. لو تعرفي شو مشتاق لها النظرة هي. طول عمري بتمنى اني اشوفها لما بفتح عيوني الصبح وانا حاطط راسي على المخدة بالليل. الو اليزابيث؟ ايه انا امبارح بالليل وصلت اسطنبول، انا بالمطار جاي اورفا بطيارة 11، تستقبلني؟ ماشي، رح كون هنيك. جاية اليزابيث مشان جان. بتظن ابوك رح يوافق؟ ما بظن. شو رح يصير؟ إذا بابا ما أعطانا جان بدي ضل عم أشتاق له، اليزابيث بتنقهر، وإذا أعطانا إياها اليزابيث بتاخذ ابنها وبترجع على لندن، وكمان رح أشتاق له. يعني الخسران دايما هو أنا. مانك متغير ولا انت. لوين رايحين؟ عبيت واحد رفيقي، انتقلت لهنيك. ريلي؟ هون بدك تعيش؟ ايه على القليلة فترة. مرات بلكي ما قطعني جان. لازم تتوقع هالشي، حاولت اشرح لك على التليفون. مرات أنا كتير خايفة. شو سمعت هالجملة اليوم؟ نعم؟ ما في شي. بدي روح شوف ابني بسرعة. بدك تروحي لحالك؟ رح أطلب لك تاكسي. كم سنة إلك عند رجاء آغا؟ 7 سنين. مبسوط من الآغا؟ أشكر الله. وهو مبسوط منا؟ الله أعلم. طبيعي يكون مبسوط، ولا كان صرفك؟ الله يخلي لنا إياه. ولك عكاش؟ ما في على لسانك غير ذكر الله، وكل كلامك كذب، واخرتها معك ولا؟ استغفر الله سيدي، أنا ما بكذب. كنت بتعرفه لكمان؟ طبعاً بعرفه، بس من بعيد. ولا مرة احتكيت فيه؟ يعني ما التقيت فيه بشي محل؟ لا. طيب بركي شي مرة زعجك؟ معلومك مشان التار. لا. يعني أنت ما بتكرهه؟ استغفر ربك، هذا التار مو إلي، مالي علاقة بالتار. السيد كمال شو بده فيه؟ مشكلته مع رجاء آغا. يا عكاش، هالشغلة هيك ولا هيك رح تبين. إذا بتعرف شي قوله هلا، لأنه التأخير مو بمصلحتك. انتظرني، هلا برجع. مين بدك؟ أنا والدته لجان. تفضلي. أيد ماما، حبيبتي ماما. حبيبي كثير اشتقت لك. وأنا كمان اشتقت لك كثير يا روحي. أهلا وسهلا اليزابيث. أهلا فيكي. كيفك؟ منيحة، وأنتِ؟ اشتقتي له لجان؟ إيه اشتقت له كثير، اشتقت له كثير. الحمد لله على السلامة يا اليزابيث. مرحبا عمي، الحمد لله على سلامتك. أنا سمعت زعلت كثير. شكرا، ليش واقفة؟ عادي. شفتي لمراد؟ يس، إيه هو جابني من المطار، كان لي إنه ترك البيت، ما بيصير. ما بعرف، بدي آخذ جان وروح بسرعة من هون. طبعا اليزابيث، هذا حقك. أكيد قلوبنا مو من حجر، ما رح نقدر نبعده عنك. شكرا إلك أمو، أنا كنت متأكدة أنك كإنسان منيح. تعال لشوف. تعال نحضر شي للماما، جاي من السفر وتعبانة. لا لا ماني جوعانة. ما بدي اعتراض. يلا جان. هلا انت جاية لهون لحتى تاخدي حفيدي مني؟ ايه بعرف رح تكون صعبة عليك. مو بس صعب ومستحيل. تعرفي شو يعني مستحيل؟ يعني ما في، يعني لا لا نو، يعني نو. بس انت قبل شوي قلت لي قدام ولد صغير مثل هاد ما بقدر اقلع امه قدامه. لا لا مستحيل. خلصنا، نقلعي لمحل ما اجيتي. جو هوم اليزابيث، جو هوم. عم تفهمي؟ اكيد عم تمزح. بدون ما اخذ جان ما بتهرب من هون. يا بتروحي بأدبك يا بشحطك من شعرك وبزتك برا. لا لا انا يلا اختي اطلعي لبرا. ما مصدق، بلا جان ما بروح. اتركوني بدي اشوف ابني، اتركوني اذا بدي. امشي معي وحاجي لعي. اتركوني اتركوني جان. جدو وين ماما؟ جان ماما ماما حبيبي جان. اتركوني ما بدي اروح، اتركوني بعده هيك ما بدي اروح، ما بروح. امشي جان. ماما ماما فوتنا جوا عمو، يلا فوت. فوت لجوا. تعال. ابني بدير لي ظهره والأميرة ديانا بتوقف قدامي لتحاسبني، وحفيدي حفيدي اللي من صلبي رح يكرهني ويخاف مني. شو لزومه هالشي؟ مين كان يقول رح نوصل لهون؟ مين؟ بابا بكفي، لا تتعب حالك، اهدى شوي. مراد ابني برا لحاله، وحيد، وين ما كان في عدوين شو بيكون عم يعمل؟ تعبان كتير زلوخ، تعبان كتير. بدي وكل مهامي، بدي هولهم للمحكمة. وهي البلد كمان فيها قانون، أكيد بده يكون فيها قانون بيحميني. طبعا فيها، أكيد فيها. ليش؟ ليش هيك؟ ليش نحن؟ هدي شوي اليزابيث، هدي شوي. أكيد منلاقي حل، أكيد منلاقي. شو في عكاش؟ لازم نحكي. شو بدنا نحكي؟ شحطوني على المخفر. كمان؟ ايه كمان. لازم نحكي زليخة، هيك ما بيمشي الحال. ماشي، روح هلا، تعال مثلا نحكي.